شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة قصفا جويا على جنوب لبنان وقطاع غزة، وذلك بعد اعتراضه عشرات الصواريخ التي أطلقت من لبنان في عقب يومين شهد قيام قوات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى المبارك. نعم، قالت في المقابل فصائل المقاومة في قطاع غزة إن دفاعاتها الجوية تصدت للطيران الحربي الإسرائيلي فوق القطاع. جاء ذلك عقب ليلتين من الاقتحامات الإسرائيلية للمصلى القبلي في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، حيث اعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت مئات منهم. وسط عالم لا منطقي وزمن لا يكترث بالماضي، هناك كيان محتل غاصب يمارس أقوى أنواع الاضطهاد علناً وجهراً بحق شعب أعزل. إنه الشعب الفلسطيني صاحب التاريخ المقاوم والصمود أمام السرطان الجاثم على وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة. مأساة تتجدد وتنشط الذاكرة كلما حاول العقل نسيانها. شن المحتل حملاته العسكرية لتدب الروح في جسد أصحاب القلم والبندقية. أن تكون في أمان فتلك نعمة، ولكن في بقعة مباركة من الأراضي التي بارك الله من حولها هناك حرب تدور بين الحق والباطل. فأصحاب الأرض الصامدون في قطاع غزة ما إن حل عليهم سواد الليل في شهر العبادات، حتى باغتتهم قوى الطغيان والاستبداد بطائرات محملة بمطر من نار أو رالضاها في بيوت الآمنين لتقتل الحلم في مهده وتفتح جرحا من الآهات لم يلتئم على سكان غزة من ويلات السنين الماضية. فصول الاعتداءات المجنونة التي قامت بها قوى الاحتلال الإسرائيلي جاءت بعد يومين من استباحة قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك باعتداء وحشي على المصلين المعتكفين واعتقال المئات منهم. أبطال غزة والمدافعون عنها لم يتأخروا بتلبية نداء المقاومة في التصدي للعدوان برشقات صاروخية استهدفت المستوطنات في غلاف غزة. المحتشدون أكدوا استعدادهم لفداء القدس والمسجد الأقصى بأرواحهم، وتعهدوا بإفشال مخططات الاحتلال وقطعان المستوطنين لمحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني وفرض وقائع جديدة في المسجد. وفي جنوب لبنان قصفت طائرات الاحتلال محيط مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور اللبنانية. العدوان الإسرائيلي يتجدد وكأن الأعوام تتكرر والمآسي تحيا ولا تموت في بلد كتب عليه أن يواجه عن جهية واستبداد المحتل وصمم العالم الذي ينأى بنفسه عن الاستنكار والمحاسبة أمام جرائم قوات الاحتلال. فسلام لأرض خلقت للسلام ولم ترى يوما سلام. ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مباشرة من قطاع غزة مراسلتنا سعاد الإمام. سعاد، نتابع معك الأخبار ونتابع أخبار الاعتداءات إن كان في استباحة الحرم القدسي الشريف أو على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. الآن كيف يبدو المشهد على الأرض في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير سعاد؟ نعم، يعني قطاع غزة على صفيح ساخن جدا من حمم الصواريخ الإسرائيلية منذ ساعات مساء الأمس وحتى هذه اللحظات. الطائرات الحربية الإسرائيلية لا زالت تجول على ارتفاعات منخفضة وتقوم بشن غاراتها على مناطق في قطاع غزة سواء من المناطق الشمالية وحتى المناطق الجنوبية. صباح هذا اليوم أفاق
ساق سكان القطاع على آثار الغارات الإسرائيلية التي تواصلت طوال ساعات الليل حجب الدمار الذي خلفته هذه الغارات كبير. هناك أضرار حسب وزارة الصحة الفلسطينية بأحد المستشفيات وهو مستشفى الدرة، حيث أن كانت هناك غارة إسرائيلية كبيرة جدا قد شنت على موقع بجانب المستشفى، مما أدى إلى حالة من الإرباك داخل المستشفى بين الفريق الطبي والمرضى. أيضا هذه الغارة تسببت بتضرر أجزاء كبيرة من المستشفى، ونشدت وزارة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي بضرورة التدخل من أجل حماية حتى المباني والمستشفيات الصحية التي كفلتها القوانين الدولية. بطبيعة الحال الوضع جدا متوتر في ظل وجود وبقاء الطائرات الإسرائيلية، وفي ظل تصاعد أيضا التهديدات الإسرائيلية حول أن العملية العسكرية في قطاع غزة لا زالت مستمرة وربما تأخذ شكل آخر خلال الساعات المقبلة. السكان هنا وكأنهم اعتادوا أن في شهر رمضان المبارك في من كل عام هناك جولات من التصعيد. لك أن تتخيل وقت السحور الطائرات الإسرائيلية باغتت جملة كبيرة من المواقع مرة واحدة، مما أثار الرعب والخوف في صفوف المواطنين المدنيين الآمنين في ليلهم ووسط عبادتهم. ولكن اعتاد أيضا الفلسطينيون على أن الاحتلال الإسرائيلي يريد دوما أن يستفز مشاعر المسلمين حتى وإن كان ذلك في شهر رمضان المبارك، وهذا ما نراه يوميا من اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك وسط عنجهية كبيرة للاحتلال ووسط اعتداءات على المصلين والمعتكفين. ولكن في المقابل الفصائل الفلسطينية أعلنت مجتمعة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل بداية على المسجد الأقصى المبارك والاعتداءات على المصلين والمعتكفين، كما أنها أعلنت أنها سترد على أي حماقة إسرائيلية لقطاع غزة أو لأي بقعة في الأراضي الفلسطينية. طيب سعاد، هل هناك حديث في ظل هذا التصعيد المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، هل هناك حديث عن وساطة لخفض التصعيد، خاصة أن وسائل الإعلام تتحدث في ظل التصعيد على أيضا لبنان وقطاع غزة والحرم القدسي الشريف من أن الأطراف لا تريد تصعيدا ولا تريد حربا، هل من ما يؤيد ذلك سعاد؟ نعم، منذ اندلاع الشرارة الأولى دعني أن أقول لك أن هناك جملة من الاتصالات عبر مختلف الوسطاء من أجل احتواء الأزمة ومن أجل تهدئة الأمور. هذه الاتصالات كانت ما بين الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، ولكن حتى هذه اللحظات من قبل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يوجد أي بوادر للوصول إلى نقطة للتهدئة أو لحالة الهدوء، خاصة وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية تنعقد بشكل دوري على مدار الساعة من أجل بحث آلية وكيفية الرد على المقاومة الفلسطينية والرد على إطلاق الصواريخ التي أطلقت من لبنان أو حتى من قطاع غزة. فعمليا المقاومة الفلسطينية هنا تقوم ما بين الفينة والأخرى بإطلاق رشقات على المستوطنات بغلاف قطاع غزة، أيضا أنها تتصدى بصواريخ أرض جو للالطائرات الإسرائيلية، وهذا الأمر يستفز الاحتلال الإسرائيلي ويجعل من الكابينيت الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية تنعقد بشكل دائم من أجل الوصول إلى ربما قرارات جديدة. نعم. الرد على ذلك، وهناك تخوف داخل الأوساط الفلسطينية ووفق مراقبين من تجارب سابقة من أنه ربما أن تحمل الساعات المقبلة مشاهد
أكثر قساوة، خاصة وأن الاحتلال لديه شهية مفتوحة ربما على المزيد من التصعيد. نعم، سنكون معكم في المتابعة سعاد، مراسلتنا من قطاع غزة مباشرة. شكرا جزيلا لك.